طبعا احنا توقفنا المحاضرة الماضية عند حكينا على الراسبيري باي. تمام، امنع الصوت يا استاذ. وحكينا على انه مكونات الحاسوب اي او سي بي يو بالاضافه للميموري الذاكره، بس هنا فرعناها او خصصناها. انا عندي مين ميموري سكندري ميموري، الذاكره الرئيسيه والذاكره الثانويه. تمام، بدنا نحكي المحاضره الماضيه على امثله على الانبوت ديفايس، امثله على الاوتبوت ديفايس، وشفنا الفرق بين المين ميموري والسكندري، الذاكره الرئيسيه والذاكره الثانويه. الذاكرة الرئيسية حكينا انه هي سريعة، حجمها صغير، وتخزين تبعها مؤقت، معنى ذلك انه عندما لما بتعمل اعادة تشغيل للجهاز او تطفي الجهاز خلاص بتفقد محتوياتها. تمام، فبالتالي هذه اسمها رام، راندوم اكسس ميموري. تمام، اما السكندري ستورج او الذاكره الثانويه، طبعا هنا سلوور ما تاخذش في بالك انه هي بطيئه، بس هي بطيئه بالمقارنه مع الذاكره الرئيسيه مع الرام. هي سريعه ولكن بالمقارنه مع الرام انه ابطا في السرعه. تمام، الحجم اكبر والتخزين تبعها دائم. تمام، زي ايش؟ زي الديسك والميموري ستيك. ميموري ستيك معناها زي اليو اس بي درايف، هذا فلاش. تمام، طيب وحدة المعالجة المركزية أو Central Processing Units إيش الوظيفة الرئيسية تبعتها؟ تشغيل البرامج، زي ما حكينا دائما أنه بيضلوا يسألك What to do next، إيش أسوي بعد هيك. تمام، هذا CPU تحديدا أنه Very Dumb but very fast، غبي سريع. عشان هيك الشغلات اللي بيسويها الكمبيوتر بتيجي قيمتها من البرنامج اللي انت بتكتبه. فانت اذا سويت برنامج بيسوي شغلات كويسة، فبالتالي انه الحاسوب حيسوي شغلات مفيدة. تمام، فعشان هيك انه very dumb، انه غبي جدا ولكن سريع جدا، هو فعليا بتفوق علينا احنا كبشر في السرعة. يعني انا ما اجي اقول لك انه انت عندك 10,000 رقم بدي اياك تجيب المجموع تبعهم، قديش ممكن تضلك؟ ساعة، ساعتين، 5 ساعات؟ هو قديش ممكن ينجز هاي العملية؟ اقل من الثانية، كمان اقل من الثانية. تمام؟ طيب، أكيد احنا اتفقنا انه البرامج عادة بتكون موجودة وين؟ هذه الذاكرة موجودة بتكون في السكندري، في الذاكرة الثانوية، زي البرنامج الوورد مثلا بتعمل عليه دبل كليك، لما بتعمل عليه دبل كليك بروح بتحمل وين؟ في الذاكرة عشان المعالج يبدأ في تنفيذه، فبالتالي هنا بيكون في عندي سلسلة تعليمات زي هيك. تمام؟ هي البرنامج تبعي سي بي يو بيبدأ في تنفيذه. كيف بيكون شكلها؟ بيكون شكلها زي هيك، تعليمات زي هيك. هذا الكود اللي احنا حنكتبه هيكون شكله زي هيك، اف اكس اقل من 3، اذا كانت قيمه الاكس اقل من 3 سوي لي هاي التعليمه، اعمل لي طباعه. تمام، هذا عباره عن كود انت بتكتبه بلغه البرمجه، لكن فعليا كيف بيكون شكله في الذاكره؟ شكله زي هيك، 0 1، لغه الاله. لغه الاله ما بتعرفش في النهاية إلا 0 و1، فبالتالي هو بيكون عارف إنه والله سلسلة الأصفار والوحايد هدول إنه 0 0 1 1 1، هذه معناها تعليمة كذا، 0 0 1 1 0 هذه معناها كذا. تمام، لكن
انت لما تيجي تكتب كود تكتبه بلغه برمجه، بتكتبها انه بلغه برمجه تكون مفهومه بالنسبه لك، عشان هيك انت بتحتاج لمفسر. البايثون احنا بنسميه بايثون انتربريتر. يبقى البايثون انتربريتر تحديدا ايش الوظيفه تبعته؟ يبقى البايثون انتربريتر هو عبارة عن مفسر البايثون أو مترجم البايثون. إيش الوظيفة تبعته؟ تحويل الكود اللي أنت بتكتبه بالبايثون للغة الآلة، اللي هي عبارة عن أصفار وحائد، تمام؟ ومن ثم تشغيل هاي التعليمات، تمام؟ عشان هيك إحنا حكينا إنه عشان أنت برمج بالبايثون بيلزمك شغلتين، انه انت تنزل البايثون اول اللي هو الانتربريتر، وبعدين ايش بتنزل؟ بتنزل البي شارب تكتب فيه الاكواد تبعتك. نعم، الروابط تبعتهم نزلات، صحيح، تمام. وانت في المعمل الاسبوع هذا حتاخذ كيف انه انت تعملهم سيت اب على الجهاز تبعك لو انت لسه مش عاملهم سيت اب. في منكم شعب في العمل اخذت، وفي باقي الشعب لسه ما اخذتش. شعب العمل تمام، واضح يا شباب؟ طيب اتفقنا انه عبارة عن صفر اصفار وحائد. هذه انا وريتكم اياها، هذا عبارة عن سي بي يو. عارف قديش حجمه؟ هالقد، هالقد بالضبط، تمام؟ قد طرف اصبعك. وهذا السي بي يو سخن لانه الهيت سينك او مشتت الحراري تبعه هي سايح من كتر ما هو بينفذ تعليمات. امنع الكلام يا استاذ هناك، واضح؟ امنع الكلام. ايش الكود البرمجي؟ ايش يعني الكود البرمجي؟ ايش يعني كود برمجي؟ هاي زي ما حكينا احنا نكتب البرامج، احنا بتكون بهذا الشكل اف اكس اقل من 3، تمام؟ فانت عندك البايثون انتربريتر بروح بحولها لاصفار وحايد، والسي بي يو بروح بنفذها اصفار وحايد مين من الذاكره. فتكون البرنامج تبعك هيو زي هيك، عباره عن اسطر زي هيك اصفار وحايد، وبروح بنفذها سطر سطر زي هيك، تمام؟ هيو السي بي يو بنفذها عندك سطر سطر. فانت عندك هنا لينك على اليوتيوب، ممكن تشوف ال سي بي يو هذا. هو فعليا السي بي يو هذا صاحبه بيشتغل بيلعب عليه جيمز. الجيمز من اكثر الاشياء اللي يعني بتسخن السي بي يو، لانه في كم كبير من التعليمات اللي انت ممكن انه انت تنفذها. انت قاعد بتطخطخ، وهذا بتحرك من هنا وهذا بتحرك من هنا، وتحديث للشاشه، وقاعد تتنطنط، فبالتالي سلسله من الاحداث المتعاقبه بشكل سريع جدا بده ينفذها. فهو بورجي لك انه هو قاعد بيلعب جيمز، وبورجي لك كيف السي بي يو انه هو بسخن. هذا هارد ديسك. برضه في عندك هنا لينك على اليوتيوب، انت بعد ما تنزل المحاضره بتضغط على اللينك هذا، بفتح لك على اليوتيوب، بورجي لك كيف الهارد ديسك من جوا. كيف الهارد ديسك من جوا؟ هي انت عندك الاسطوانه هنا، تمام؟ وعندك الابره هي، شايفها؟ هذه الابره اللي بتقرا، فبالتالي الهارد ديسك بيلف والابره بتتحرك بشكل سريع. فبالتالي بدك تقرا في هذا المكان، ايش بدك تضطر تسوي؟ انه تحرك، تلف القرص هذا بهذا الاتجاه، وتحرك الابره عشان تتسنتر على هذا المكان، تقرا من هذا المكان، تمام؟ برضو افتح وبورجي لك كيف السي بي يو بيشتغل من جوا. طيب الان احنا بدنا نبدا نبرمج بالبايثون، بس قبل ما نبدا نبرمج بدي اياك انه تركز انه البايثون تفكر فيها
كلغة زي العربي وزي الإنجليزي بالضبط. أنت بتتعامل مع اللغة، إيش اللغة إلها؟ قواعد. تمام؟ يجي بقول لك إنه أنت ابتديت بمبتدأ لازم إنه يكون في وراء خبر. تمام؟ أنت في عندك فعل وفاعل، أو فعل وفاعل ومفعول به، وفي عندك جار ومجرور. فبالتالي لما تيجي أنت تقول لي مبتدأ بدون خبر، هاي الجملة مش مفيدة. تمام؟ هاي الجملة مش مفيدة. طيب، بالمناسبة الشخص اللي بكتب كود بالبايثون أو ببرمج بالبايثون إيش بنسميه؟ بايثونيستا. بايثونيستا، تمام؟ على وزن فاشينيستا. عارف الفاشينيستا؟ تمام؟ فبالتالي اللي ببرمج بايثون بنسميه حاجة برستيج خالص اسمها بايثونيستا. فاهم؟ تقول أنا والله، بدل ما أنت تقول أنا والله أنا ببرمج بايثون أو بكتب كود بالبايثون، بتقول أنا بايثونيستا بهذا الشكل. تمام؟ طبعا هذا هو الشخص اللي طور لغة البايثون. نيجي الآن نرجع للقواعد. مادام مش حكينا إنه هي لغة، فالشخص هذا هو وضع القواعد تبعت البايثون كلغة يعني. فقواعد اللغة هنا بنحكي عليها سينتاكس. ايش يعني سينتاكس؟ انه انت عندك عبارة عن طريقة معينة في كتابة الكود. زي ما حكينا انه انت فتحت جوس لازم تسكره. تمام؟ كتبت شغلة معينة لازم تكتبها بالطريقة الصحيحة. يعني على سبيل المثال، هذا الكلام حنرجع له، بس أنا عشان أورجي لك إيش معنات سينتاكس. هنا print hello، أنا طلبت منه يطبع هاي الرسالة، هي حطيتها بين علامات تنصيص hello. فإيش حيسوي؟ حينفذ لي هذا التعليم. لكن لو أنا فتحت جوس وما سكرتوش، إيش بيطلع لي؟ syntax error. شايف وين علم لك؟ أشار لك في السهم هنا عند المكان، بقول لك إنه أنت فاتح جوس مش مسكره. هيو هنا، هيو فاتح جوس مش مسكره. زي أنت كأنه بتقول لي إنه مبتدأ بدون خبر. زي ما تيجي تقول طلع، ايش اللي طلع؟ طلع الفجر ولا طلعت الشمس ولا ايش بالضبط؟ او ذهب. انت عندك فعل، شو معنات هذا الكلام؟ لا، لازم تقول لي الجمله مفيده. وهنا نفس الفكره. تمام؟ فبالتالي لغه البرمجه في لها سينتاكس، لازم انه انت تتاكد انه مكتوب بشكل الصحيح. فانه انت تعمل انه تعمل اخطاء انت عندك في اللغه، ايش بنسميها هذه؟ سينتاكس ايرور. بنسميها سينتاكس ايرورز، اخطاء لغويه في البرمجه. تمام؟ طيب الان بدك تحكي مع البايثون. في عندك فعليا ثلاث طرق لتشغيل البايثون، او ثلاث طرق للبرمجة في البايثون. ايش هي الطريقة الاولى؟ الطريقة الاولى انه من خلال الشيل. شيل، ايش هي الشيل؟ هي عبارة عن بيئة بتشغل لك تعليمات البايثون سطر بعد سطر. يعني كل مرة بتنفذ لك إياه سطر واحد، يعني سطر سطر بتنفذ لك إياه.
كيف تشغلها؟ تروح تكتب بايثون او بايثون 3، بروح برجع يعني برجع لك هنا البرومت. ايش هو البرومت؟ هو عباره عن موجه الاوامر، بدوي معاك زي هيك تمام، انه بطلب منك وات نيكست، قول لي ايش اسوي، اعطيني تعليمه ايش اسوي تمام. فهي كيف شكلها؟ شكلها زي هيك. هاي بنكتب بايثون 3 تمام، هاي الفيرجن تبع البايثون 3.7 تمام. هاي المؤشر 3 اسهم، 3 اكبر من زي هيك، شايف البرومت؟ بستنى منه، بقول لك اديني تعليم، اعطيني تعليم، انه خذ نفذ هاي التعليمه. برنت هلو، لما اعمل انتر بروح بنفذها وبستنى تعليمه جديده. نفذها وهيو بستنى تعليمه جديده تمام. هاي كمان تعليمه، وهكذا. هاي معناته انه هو بنفذ سطر سطر. في انا عندي طريقه ثانيه لسه حنشوفها بعد شويه، انه انا بروح بكتب الاكواد كلها يعني اسطر ورا بعض وبروح بنفذها دفعه واحده، لكن هذه الشيل ايش بروح بسوي؟ بنفذ الاكواد تبعتي سطر سطر. هاي هنا بحكي له اكس بتساوي 10، بقول له لو سمحت حط لي قيمه 10 هذه في المتغير اكس تمام. هاي برنت اكس بهذا الشكل سطر سطر. هذه ايش اسمها؟ البيئه شيل. كيف بتنفذ فيها الاكواد سطر سطر؟ ايش الفائده تبعتها؟ الفائده تبعتها شغلتين. لو انت بدك تجرب حاجه بشكل سريع، جرب سطر معين، مش الكود كله، جرب سطر معين، فممكن تفتح شيل وتجرب هذا السطر تشوف بزبط ولا بزبطش، او ممكن انه يفيد في الشرح. وانا قاعد بشرح شغله معينه، في بكون زميلك بيسال سؤال معين فببين له اياها، بروح بفتح بشكل سريع شيل بقول له ها شوف كيف بتنعمل زي هيك تمام. فبالتالي هاي الفائده تبعتها، انه هي تفاعليه، انه بتنفذ لك الاوامر تبعتك او التعليمات تبعتك سطر سطر. تمام، يبقى الشيل هنا اكسكيوت كود لاين باي لاين، يبقى تشغيل الكود سطر بعد سطر. والفائده تبعتها زي ما حكيت انه انت تجريب شغلات معينه بالاضافه للشرح. في الطريقه الثانيه انه انا اشغل البرنامج كله از سكريبت. سكريبت يعني نص برمجي، بس بشغله كله دفعه واحده. يبقى هنا ايش بيعمل؟ run the whole code اللي هو كامل يعني الكود كله، او خليني اعدل لك اياها هنا run all lines in the code. فبالتالي هنا تشغيل الكود دفعة واحدة، تشغيل الكود دفعة واحدة. هذه هي اغلب البرامج اللي احنا عم نكتبها. ما انا بحكي لك انه اغلب البرامج انه احنا بنكتب اكواد انه هي بتتنفذ دفعه واحده، هيك البرامج. اما هاي يعني احنا حنبرمج في الغالي غالبا حنبرمج سكريبت تمام. حتلاقيني في بين الحين والاخر حتلاقيني حعرج لك على الشيل عشان اشرح لك شغله معينه او انه اجرب شغله بشكل سريع. اما في الغالب بدنا نكتب برامج، بنكتب برامج انه عده اسطر زي هيك وبتتشغل دفعه واحده. كيف بدنا نعملها؟ بروح بستخدم محرر نصوص زي النوت باد، او محرر متقدم زي النوت باد بلس بلس. هذا بيكون جاي معك في الويندوز، هذا بدك تنزله. فانت ممكن تبحث على جوجل، تكتب في جوجل نوت باد بلس بلس سيرش، بيجيب لك اياه، بتعمل داونلود وانستول. هو محرر متقدم يعني بدي لك شغلات اكثر من النوت باد. او ممكن نستخدم
الباي شارب. يبقى النوت باد والنوت باد بلس بلس هدول عبارة عن إديتورز عادية. أما البي شارب هي عبارة عن اي دي اي. إيش يعني اي دي اي؟ Integrated Development Environment. هي عبارة عن بيئة لتطوير البرامج. يعني بمعنى إيش الفائدة تبعته؟ إنه بخليني يعني أطور برامج بشكل سريع. هكيد حورجي لك الفرق بين هاي وبين هاي. بدي أكتب لك كود بالإديتور العادي، بدي أكتب لك كود بالبي شارب، تمام؟ فهجيت بالإديتور العادي، هاي بدي أعمل هنا نيو، وهنا بدي أعمل سيف. طبعاً هنا حطيت لك إنه الأكواد اللي إحنا بنكتبها هحط لك إياها على مستودع على الجيت هاب. عارفين الجيت هاب؟ هو عبارة عن مستودع للأكواد. الرابط تبعه هتلاقيه في الصفحة، هتلاقيه في صفحة الكورس اللي بنحطين فيها كل الروابط، تمام؟ هورجي لك كيف تتعامل معها. فالآن أنا رحت قسمتها لشباتر شابترز. هاي شابتر واحد، هاي الأكواد اللي أنا هذا الكلام أنا شرحته لسه في الشعبة الثانية. فالآن أنا بدي أحفظ هنا، تمام؟ فبدي أروح أكتب اسم البرنامج، هيو بروك 3.py، هيو ملف فاضي بدي أكتب فيه كود. إيش الكود اللي بدنا نكتبه؟ نفس هديك نفس هداك. نعمل هنا print hello x بتساوي 10 x بتساوي او برنت للاكس، بدنا نشوف قيمتها طبع لي اياها. بعديها لو هنا اعطيته تعليمه قلت له x بتساوي x زائد 1، هنا برنت للاكس. شو معنات هذا الكلام؟ هنا بيجي بنفذ زي هيك، وبعديها بيعمل اليساوي. هنا اخذ قيمه الاكس اخر مره ايش؟ 10، زود عليها 1 صارت 11 وخزنها كمان مره في الاكس. يبقى القيمه الجديده للاكس قديش؟ 11، تمام. وهنا برنت جود باي. هاي كتبت الكود، هذا اديتور عادي. كم سطر انت عندك؟ 6 اسطر. هكذا حننفذهم كلهم بدفعه واحده، سكريبت، تمام. كيف بروح هنا على التيرمينال، او بروح وين ما هو موجود؟ انا عندي هيو بروك 3، شايفه؟ بروح بفتح تيرمينال هنا، تمام. في التيرمينال هذه بكتب بايثون، اسم الفايل ايش اسمه؟ بروك 3. نعم، في تيرمينال في الويندوز. اضغط على زر الويندوز عندك في الكيبورد واعمل سي ام دي بيجيب لك اياه، واعمل انتر بيجيب لك اياه. في تيرمينال في الويندوز، تمام. فلاحظ انه هنا هي جمله الطباعه الاولى، هي قيمه الاكس 10، هنا بعد ما زودنا لها 1 11، وهي هنا الكود باي. لاحظ انه هدول كلهم تنفذوا دفعة واحدة، تمام؟ واضح يا شباب؟ طيب، شفنا كيف نتعامل معه الإديتور
خلينا نشوف كيف نتعامل مع البي شارب. لغاية الآن الأمور تمام؟ إذا في حدا عنده سؤال ما يترددش في السؤال، لأنه هذا كله بينبني فوقه أو يعني بينبنى عليه شغلات كثيرة. في شيء مش واضح اسأل. كله واضح. ماله؟ صحيح أكيد بدنا نستخدم البي شارب، بس أنا حبيت أتأكد إنه الأمور كلها لغاية الآن تمام؟ بتقولوا تمام. علي صوتك. حندخل على البي شارب. تمام؟ طيب، شغل البي شارب هيو من هذا الزر. زي هيك. يعني يفترض إنه أنت في المعمل، إنه أستاذ المعمل حيورجيك كيف إنه أنت تشتغل معاه. إذا أنت كنت أول مرة تشتغل معاه حتطلع لك هاي الشاشة زي هيك. تمام؟ بأكد عليك مرة ثانية إنه أنت لازم تعمل إنستول البايثون في الأول، لأنه إحنا بنحتاج لمفسر. تمام؟ وبعديها بتنزل البي شارب. فالآن في البي شارب هاي الشاشة زي هيك، في عندك خيار انه انت تعمل مشروع جديد او تفتح مشروع سابق. اوبن. او المشاريع اللي انت فتحتها قبل هيك هي بتطلع لك هيك على الشقه الشمال. فهي مثلا مشروع جديد. طبعا بطبيعة الحال بتكتب اسمه هنا. وهنا بتحدد البايثون انتربريتر. صرت فاهم ايش معنات انتربريتر الان، صح؟ فبتروح تختار تفتح زي هيك، وبتروح تختار انه اكزيستنج انتربريتر، انه انتربريتر موجود، وبتروح تختاره من القائمة الموجودة عندك هنا. فلو كان منزل عندك يفترض يظهر عندك هنا المسار تبعه، فبتروح بتختاره. تمام؟ هاجيت لو الشغلة هذه أنت يعني ما عملتهاش برضو أثناء إنشاء المشروع، ممكن تسويها فيما بعد. كيف؟ خليني أفتح مشروع سابق وأورجي لك كيف ممكن تسويها. بتروح هنا على فايل سيتنجز، وبعدين عندك هنا بروجكت، تختار هنا انتربريتر. فبتروح هنا بتختار من القائمة، لو كان نازل صح بيطلع بيظهر مساره هنا. عشان هيك بقول لك لازم تكون منزله قبل. تمام؟ طيب، حكيت زي ما شفت انه هاي مجلد المشروع الاصلي، وانت ممكن تقسم الاكواد تبعتك لمجلدات. فانا عندي هاي شابتر واحد. تمام؟ بدي اعمل فيه ملف جديد. كيف بدك تعمل ملف جديد؟ فهنا بتضغط بالزر الايمن، تختار هنا نيو بايثون فايل، بتروح بتكتب اسمه هنا. فهنا ايش حنعمل؟ بدنا نعمل واحد جديد، بروك 4. انت مخير، ممكن تحط دوت بي واي او ممكن ما تحطش بي واي، لانه هنا في المحرر المتقدم في الاي دي اي في البي شارب عارف انه انت بدك تنشئ بايثون فايل، فبالتالي لو ما حطيتش دوت بي واي هو لوحده بروح بحط لك اياه. تمام؟ وبتعمل هنا دبل كليك او انتر على البايثون فايل. هاي انتر، شايف؟ هيو بروج 4.py. وانت هنا في الاديتور ممكن تفتح اكثر، هيو تتنقل بيناتهم بالتابس، تقدر تفتح اكثر من ملف في نفس البيئه بهذا الشكل. تمام؟ خلينا هنا في بروج 4 ونكتب برنامج جديد هنا، برنت بدل الهلو نكتب هاي. هنا اكس بتساوي 10، برنت اكس. لاحظ انه انا بكتب بشكل سريع، بس لو لاحظت وانا بكتب انه هاي وانا بكتب برنت على طول بروح بطلع لي اوتو كومبليت. فبالتالي لو عملت انتر ما فيش داعي اكتب برنت بالكامل، لو عملت انتر بروح بكمل لي اياه، بفتح القوس وبسكره وبحط لي المؤشر في النص، بريحني.
عارف شو يعني انه انا بكتب كود بشكل اسرع، انه هو بريحني في الجزئيه هاي. بدل ما انت تفتح القوس وتسكره بعدين ترجع المؤشر تحطه في النص، عمل لك الشغله هذه بشكل سريع. فهنا بتفتح كوتيشن وبتكتب او بدون كوتيشن، هاي قيمه الاكس، هاي اكس بتساوي اكس زائد واحد. كمان مره برينت للاكس، واخر مره هنا برينت سي يو ليتر عشان تشغله. كم سطر هذا؟ ستة. عشان تشغله بتضغط بالزر الايمن وبتختار هنا ران بروك 4. وين بيطلع لك التنفيذ تبعه؟ في نفس المكان برضه. وين؟ هيو تحت، شايف؟ هاي طبع لك الجملة الأولى. هاي هاي. بعدها هاي قيمة الإكس 10. زودنا عليها واحد، هاي برنت الإكس 11. هذه الجمل إكس بتساوي 10 وإكس بتساوي إكس زائد واحد ملهاش أوتبوت. تتنفذ بس ملهاش أوتبوت على الشاشة. تتغير القيمة في الذاكرة بس ملهاش أوتبوت على الشاشة. بعدين هنا هاي برنت إكس ملهاش أوتبوت على الشاشة. نعم. يعني هنا هاي بدي أرجع لك على الشيل. يعني هنا بتقول له الإكس بتساوي نفذ لك الجملة هذه، بس إيش عمل؟ طبع إشي على الشاشة؟ لا. لكن لما أقول له برينت إكس نفذ الجملة هذه وورجاك الناتج تبعها. تمام؟ هاي معناته إنه أنت لما تقول له إنه الإكس بتساوي أو الواي بتساوي إكس زائد 3، هذه لها ناتج؟ لا. ناتج على الشاشة؟ لا. بس لما بتتنفذ إيش راح يصير؟ راح ياخذ قيمة الإكس اللي هي قديش؟ 10، ويزود عليها 3 حتصير 13 ويخزنها في الواي. فبالتالي هذه ملهاش ناتج على الشاشة. نعم، عشان تشوف الناتج على الشاشة. فعشان هيك هنا بقول لك جملة 2 اللي في سطر 2 وجملة 4 ما لهم مش ناتج هنا. انت عندك هنا 6 اسطر بس الناتج هنا قديش؟ هي 1 2 3 4 اللي هي ايش؟ بس جمل الطباعة. هي برنت، هي 1 2 3 4. تمام؟ واضح؟ ممكن تفتح هنا اي كود ثاني وتشغل، وهذا الكود وتشغل، وهكذا. تمام؟ هنا قدامها بنفعش، لازم تحطها في تعليمة جديدة. بيطلع لك سينتاكس ايرور انه انت يعني كاتب اكس بتساوي 10 وبعديها برنت، لا لازم تكون في تعليمة جديدة. امنع الصوت يا استاذ. تمام؟ واضح؟ طيب، حكيت ايش الفرق بين الشيل والسكريبت؟ لاحظ معي، هذه بدك تطلع منها ممكن تكتب exit بهذا الشكل. لما تكتب بايثون لوحدها ايش بيشغل لك؟ شيل. ايوه هذا الكلام حاطط لك اياه هنا في النوت. لما تكتب بايثون لوحدها هذا ايش بيعمل لك؟ بيشغل لك البايثون شيل، انه انت بتنفذ الكود سطر سطر. لما تكتب
بايثون اسم الفايل، هذا بيشغل لك البايثون از سكريبت، فبالتالي بيروح بنفذ كل الاسطر. اما التشغيل في البي شارب ايش كيف بتشغل؟ انه انت بتروح بتضغط هنا بالزر الايمن وبتقول له ران. واضح التشغيل في كل واحده كيف؟ يبقى بايثون ككوماند لوحدها ايش بيشغل لك؟ شيل. بايثون اسم الفايل سكريبت، بيشغل لك اياه الاسطر دفعه واحده على الكوماند لاين. اما جوات البي شارب تعمل رايت كليك وران بروح بيشغل لك اياه زي هيك. تمام؟ واضح الطريقة الأولى والثانية؟ واضح؟ احنا في الغالب هنستخدم البي شارب، هنستخدم البي شارب. طيب حكيت البايثون، مش حكينا انه هي في انه هي عبارة عن لغة؟ خليك معي يا استاذ. حكيت البايثون حكينا انه هي لغة، فاللغة هذه في لها كلمات محجوزة، في لها يعني مجموعة من الجمل، تمام؟ في لها بناء معين، تمام؟ ومن خلال هاي الشغلات انه انت في عندك structure معين او هيكلية معينة لبرنامج البايثون. تمام؟ ايش هي الكلمات المحجوزة؟ هاي هذه هي الكلمات المحجوزة. زي ايش مثلا؟ false، class، return، is. طبعا انت بالنسبة لإلك لسه مش متعود على هدول الكلمات، لكن هتلاقي حالك انه احنا بدينا نستخدم الكلمات المحجوزة هدول شوية شوية. يعني على سبيل المثال في عندك كلمة if، منفعش تستخدمها انت كاسم متغير، تمام؟ لانه هي عبارة عن كلمة محجوزة انت عندك في اللغة، منفعش انه انت تستخدمها لكتابة الكود عندك او تستخدمها لأسماء الفاريبل أو الايدنتيفايرز، أسماء الدوال. يعني أنا لما عرفت متغير حكيت X بتساوي 10، لما تيجي تحكي F بتساوي 10 هذا كلام مش مقبول. أو تيجي تحكي والله بدي أعمل 4 هذا كلام غلط. 4 بتساوي 20 برضو هذا الكلام غلط. فبدك تعرف متغير استخدم اي حاجة غير الكلمات المحجوزة هاي. تمام؟ y a b c اي حاجة، car، تمام، color. يعني بتيجي تعرف متغير هنا color بتساوي حطيت بين quotation red، هذا صح ولا غلط؟ هذه الكلمة موجودة في الكلمات المحجوزة؟ لا مش موجودة، فبالتالي بصح لك تستخدمها. لكن تيجي تقول والله التراي بتساوي 10، انه انت جيت قاعد بتحاول انه انت يعني قاعد بتبرمج جيم، وانت انه انت بدك تعد عدد المحاولات، رحت حطيت متغير اسمه تراي وبتساوي 10، هذه المحاولة العاشرة، بصح لك تستخدم هذا الاسم؟ لا. ليش؟ لأنه هاي كلمة محجوزة. تراي واحد بيمشي الحال،
بمشي الحال. تمام؟ حكيت حناخد ايش شروط اسماء المتغيرات، لكن خلي في بالك انه الكلمات المحجوزة بدك تبعد عنها، وهينا نبدأ نتعرف عليها واحدة واحدة. تمام؟ طيب، حكيت الأسطر تبعت الكود تبعتي بسميها جمل، جمل برمجية، يعني هنا statement تمام او sentences او lines، هدول الثلاث شغلات انا بقصد فيهم نفس الشيء، جمل برمجية او اسطر برمجية كلها نفس الشيء. ايش الاسطر هذه؟ ممكن تكون في منها انواع. هذه الجملة ايش بنسميها؟ assignment، assignment statement. ايش يعني assignment statement؟ جملة تعيين. ايش يعني تعيين؟ بقول له لو سمحت حط لي القيمة هذه، عين لي القيمة هذه في هذا المتغير. تعيين القيمة 2 في المتغير X. ايش المتغير X؟ هذا عبارة عن مكان في الذاكرة، تمام، بحجز لك اياه. ايش حطيت في القيمة؟ 2. يبقى هذه الجملة ايش اسمها؟ assignment statement. طيب هاي اي عملية رياضية انت عندك بنسميها expression، تعبير رياضي. x زائد 2، x تقسيم 2، x زائد 10، جمع والضرب والقسمة والطرح، كل هاي بنسميها expression. فهذه عبارة عن expression بالاضافة لايش؟ لassignment، شغلتين. يبقى هي عبارة عن assignment مع expression. هاي الجملة ايش نوعها؟ print statement، جملة طباعة. يبقى لغاية الآن أكم يعني أكم نوع شفنا في الجمل؟ ثلاث أنواع: assignment، assignment مع expression، وprint طباعة. لاحظ إنه هدول اللي باللون، هدول اللي باللون هذا عبارة عن operator، عبارة عن variables اللي هما إيش؟ هدول الاكس، تمام، والكونستانت ثوابت. ايش هي الثوابت؟ انا عندي هنا في هذا الكود الاثنين، والفانكشن ايش في؟ انا عندي فانكشن البرنت. يبقى البرنت هي عبارة عن جملة طباعة، لكن فعليا هي عبارة عن دالة. خلي بالك من الآن فصاعدا، أي حاجة بتلاقيها بين قوسين هي عبارة عن دالة، أي حاجة بين قوسين هي عبارة عن دالة. يبقى في عندك دالة معرفة في البايثون اسمها برينت، إيش بتسوي؟ بتطبع لك على الشاشة. لا بالضبط. أما الأوبريتور اليساوي والزائد، تمام؟ يبقى لو رجعت انا كتبتهم هنا تحت بالنسبه لك عشان تكون اوضح، يبقى الفاريبل اكس والاوبريتور عباره عن زائد ويساوي، والكونستانت 2 اللي هي 2، هاي ال2 هذه وال2 هذه، والفانكشن اللي هي البرنت. تمام؟ يبقى احنا فصلنا اللغه البايثون لايش؟ لمجموعة من الفاريبلز والاوبريتورز والكونستانت، ركبتهم مع بعض بطريقة معينة بحيث ما يكونش في عندك خطأ لغوي، سينتاكس ايرور. تمام؟ أي حاجة خلفت الشغلات هذه ممكن يطلع لك سينتاكس ايرور. تمام؟ نجرب هذول الجمل. نعم، هاي اكس بتساوي 10. ايش هاي الجملة؟ assignment، اكس بتساوي اكس ناقص 1، assignment و expression. انت عندك عملية طرح وتعيين، تمام؟ جملة طباعة
print. أنا طلبت منه يطبع إيش؟ مين يقول لي؟ هيو على الشاشة. اثنين، اثنين عبارة عن إيش؟ متغير ثابت constant. تمام؟ طب الجملة هاي ايش؟ print مع ايش؟ print مع expression. print مع expression ايش الناتج؟ 13 12. انا عندي الاكس 9 زودت عليها 3 بطلع 12. قيمة الاكس تغيرت؟ تغيرت؟ مين اللي بيقول تغيرت؟ تغيرتش، لأن أنا هنا رجعت خزنت القيمة في إكس، لكن هنا بس مجرد أنه أنا جمعت وطبعت الناتج على الشاشة، ما خزنتوش في الإكس. فبالتالي لما تيجي تطبع الإكس بيجيب لك إياها أنه هي 9. بالمناسبة في الشيل ممكن تشوف قيمة المتغير بدون ما أنت تطبعه. كيف؟ بس مجرد أنه أنت تكتب اسمه زي هيك، تمام؟ اما في البي شارب بدك تشوف قيمه متغير لازم بجمله طباعه، لازم بجمله طباعه. يبقى هاي الشغله بس متاحه في الشيل عندك، بس في الشيل عندك. يعني هنا هاي A بتساوي 12، بدك تشوف قديش قيمه الاي. شايفين؟ واضح يا شباب؟ تمام. طيب الآن هذا الكلام مهم جدا، إنه فعليا البرنامج عبارة عن مجموعة من الخطوات. الخطوات هذه ممكن تكون متسلسلة أو شرطية أو متكررة، ثلاث أنواع. ايش يا استاذ؟ انت عندك هاي متسلسلة، هذه الشرطية، وهاي تكرارية. متسلسلة معنى ذلك انه لو رجعنا هنا على البي شارب، هنا فعليا لازم ينفذ جملة السطر الاول، بعد ما يخلصوا بروح بنفذ سطر اثنين، بعد ما يخلصوا بروح بنفذ سطر ثلاثة، وهكذا. هذا تسلسلي، بنفذ سطر واحد بعدها بنفذ سطر اثنين ثلاثة اربعة خمسة، كله بشكل متسلسل، بنطش عن جملة معينة. يعني بيجيش ينفذ جملة واحد وبعديها ثلاثة وبعديها أربعة زي هيك، لا، كله متسلسل. واحد بعديها بيجي اثنين، اثنين بيجي بعديها ثلاثة، هذا متسلسل، تمام؟ أما الشرطي إنه بيجي على جمل معينة، تمام؟ إنه على سبيل المثال أربعة، بروح بشوف إنه آه والله ينفذها أو لا، تمام؟ يبقى هاي عبارة عن خطوات متسلسلة. لاحظ هاي الكود، أنا عندي x بتساوي 2 print x، x بتساوي x
زائد 2 برنت اكس، الناتج اللي عندي 2 و4. هو فعليا هذا الترتيب، حينفذ هاي الجمله بعديها بنفذ هاي بعديها هاي بعديها هاي، بنفذهم بالترتيب، بنفذش 4 وبعديها بيرجع على 2 وبعديها 3 1، لا 1 2 3 4. انا بحكي كتعليمات كتسلسل، تمام؟ هذا سيكوينشال تسلسلي، تمام؟ طيب شرطية نستخدم ساعتها معها الاف. لاحظ الكود انا عندي هيو بهذا الشكل، تمام؟ انه الاكس بتساوي 5، هذه الجملة شرطية ولا تسلسلية؟ شرطية. ليش شرطية؟ اكس بتساوي 5. هاي لاحظ انه انا هاي حدخل من هنا، انا في عندي خيار انه انا الجملة هذه انفذها او ما انفذهاش، ولا لازم انفذها؟ لازم انفذها. هنا في اف قبليها؟ لا، يبقى الجملة هذه تسلسلية لازم تتنفذ، تمام؟ بعديها هاي الجملة اف اكس بتساوي 2 تسلسلية ولا شرطية؟ شرطية. في حدا بيقول تسلسلية؟ ليش؟ تسلسلية لأنه في اف. طيب خليني ارقم لك اياه، هاي 1 2 هذه الجملة 3 هذه 4 هذه 5 6، تمام؟ وهي ارقم لك اياهم هنا، هذه 1 هذه 2 هذه 3 4 5 6، صح هيك؟ ثلاثة تسلسلية واثنين ثلاثة شرطية وثلاثة واثنين تسلسلية، تمام؟ أي نعم صحيح، في جملة إف أنت عندك في هاي الجملة، بس هاي الجملة تسلسلية لازم تنفذها، تمام؟ لازم تنفذ واحد اثنين، هي في حد ذاتها هي في حد ذاتها شرط، بس هي مش جملة شرطية، هي في حد ذاتها شرط ولكن مش جملة شرطية. خلي بالك، جملة ثلاثة هي شرطية. ايش معناته؟ معناته انه تنفيذها متوقف على تحقق هذا الشرط. يعني هنا بحكي انه قيمة الاكس بتساوي اقل من 10، هنا انا باجي بفحص انه هل هذا الكلام ترو ولا فولس. قديش قيمة الاكس؟ 5. هل الخمسة أقل من 10؟ هذا الكلام الناتج تبعه يا إما ترو أو فولس. دائما جملة الإف إيش الناتج تبعها؟ ترو أو فولس، صح أو خطأ. فبالتالي هل الخمسة أقل من 10؟ صحيح. ساعتها وين بروح؟ بروح على جملة ثلاثة. طب لو قلت لك هيك وقلت لك إنه الإكس بتساوي 12، هل الاكس هل 12 اقل من 10؟ هي بالفعل اكبر منها، فبالتالي 3 حتتنفذ؟ لا. يبقى مين الجمله الشرطيه؟ 3. الشرط وينه؟ في 2. يبقى جمله 2 شرطيه ولا تسلسليه؟ تسلسليه، بس هي في حد ذاتها بتفحص الشرط، هي الشرط في حد ذاته، تمام؟ نكمل. 4 تسلسلية برضو نفس الفكرة، فيها جملة F هي الشرط نفسه، تمام؟ الآن بعد ما شغلت ثلاث، أنت عندك خيار يا إما تشغل 1 2 3 أو 1 2
أربعة. هنا ثلاثة أربعة أكيد بطبيعة الحال. أو تنط عن ثلاثة تصير واحد اثنين أربعة. الآن أربعة هذه لا مجال أنه لازم أدخل فيها، جملة تسلسلية، تمام؟ إيش الشرط؟ الإكس أكبر من 20. هنا رجع لي أنه الإكس القيمة الأصلية تبعتها خمسة. هل الخمسة أكبر من 20؟ هي أصغر منها، فبالتالي جملة خمسة حتتنفذ، حينط مباشرة لوين؟ ستة. فبالتالي التنفيذ أنا عندي في حال كانت قيمة الإكس خمسة، يبقى في حال كانت قيمة الإكس خمسة إيش التسلسل؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة ستة. طيب نجرب هنا بقيمة تانية، الإكس بتساوي 20، أو خلينا ناخد قيمة إنه لا بين يعني خلينا 12 زي ما إحنا عملنا. فإيش التسلسل راح يكون؟ واحد اثنين أربعة، بعد أربعة خمسة، لا ال 12 مش أكبر، لا ستة. نجرب حاجة ثالثة اللي هي إيش؟ 30. إيش التسلسل؟ واحد اثنين أربعة خمسة ستة. هل الثلاثين أصغر من عشرة؟ ثلاثة ما نفذناهاش. هيو إحنا 30 نفذنا، واحد اثنين ثلاثة ما نفذناهاش لأنه الشرط فولس. واضح؟ تمام؟ طيب ستة إيش وضعها؟ ستة تسلسلية دائما حتتنفذ، مش شرطية، دائما حتتنفذ، تمام؟ طيب نجرب. يبقى هذا الكود كله إيش طبيعته؟ سيكوينشال ولا كونديشنال؟ كله سيكوينشال. كل البرامج اللي احنا كتبناها، هاي اللي كتبناها جديد في المحاضرة هذه ثلاثة وأربعة، هاي كله سيكوينشال، تمام؟ نكتب هنا بروك خمسة، هذا بدنا نكتب فيه جمل تسلسلية وجمل شرطية. فهنا نقول إنه إكس بتساوي خمسة، هاي برينت إكس لغاية الآن واحد واثنين إيش؟ تسلسلي. نيجي بنحكي هنا إف إكس أقل من العشرة. لاحظ إنه السينتاكس في الإف إيش بتسوي؟ هيو الإف لون لك إياها إنه هي كلمة محجوزة، وهنا بتحط الشرط أقل من عشرة، تنساش النقطتين، تنساش النقطتين، بتحطهم بعد الشرط، تمام؟ دائما بعد الشرط بيكون في عندك نقطتين. لاحظ معايا أول ما تعمل إنتر راح نزل لك سطر جديد، بس بدأ من وين؟ من البداية؟ لا، بدأ من النص. هذه المسافة كلها عبارة عن intendation. إيش intendation أنت عندك؟ إنه أنت فعلياً أنت بتقول إنه الجملة رقم أربعة هذه تابعة للجملة ثلاثة، إنه هي عبارة عن جملة شرطية حسب الشرط. فأنت كيف بدك تدلل إنه هذه تابعة للإف؟ إنه من خلال الانتنديشن، تمام؟ من خلال الانتنديشن. فهنا بتقول له إنه print small، هنا x is small يعني أقل من عشرة. هذه الجملة إيش؟
تسلسلية. بنحط كمان جملة رقم 6، هذه ايش؟ تسلسلية. برضو نفس الفكرة، بدي احط جملة تابعة للإف هاي، اول ما اعمل انتر بنزل ليها انتنديشن. لو انا نزلت اول السطر وبدي ارجع تاني بعمل تاب، زر التاب في الكيبورد بروح يعني بحط لي المؤشر على المكان الصحيح انه تكون الجملة هذه تابعة للإف. هنا بحكي print x is big، هنا print goodbye. هاي الجملة 8 ايش؟ تسلسلية. طيب كيف؟ ما كتبش فولس؟ هذه الجملة ما طلبتش منه يطبعها، هو بفحص وبيطلع ليش الناتج على الشاشة. تمام؟ انت ممكن تعمل يعني، خليني اكمل شرح هذا وبورجي لك ايش الناتج تبع الاف. يبقى هذا الكلام، انا بالمناسبة ممكن اكتب كومنت. ايش يعني كومنت؟ تعليق. هل هي عبارة عن جملة برمجية بتتنفذ؟ لا. التعليق ممكن تكتبه بعد الجملة او ممكن تكتبه فوق الجملة. يعني ممكن تكتب هنا This is comment، تمام؟ او ممكن تكتب قبال الجملة، تعمل زي هيك وبتكتب هنا sequential، هاي الجملة sequential، هاي الجملة ايش؟ برضو نفس الفكرة. هذه برضو نفس الفكرة، هذه sequential، هذه conditional. وين كمان في conditional؟ 8، والباقي sequential. الآن قيمة الـ x 5، إيش حيتنفذ معايا؟ جملة إيش؟ 2 3 4 5 حتتنفذ ولا لا؟ أنا بقول لك قيمة الـ x 5، هل الـ 5 أقل من 10؟ حتتنفذ 5، تمام؟ بعديها 6 حتتنفذ؟ 7 حتتنفذ؟ 8 حتتنفذ؟ لا. بالضبط. يبقى حيتنفذ معايا ايش؟ 2 3 4 5 6 7 9. تمام؟ هاي انشغل. الناتج راح يطلع عندي 5، اللي هو ناتج هاي البرنت. x is small، هذه الجملة الشرطية اللي هي رقم 5، وبعديها هذه الهلو sequential، بعديها 8 ما تنفذتش، وهي الجود باي وراها مباشرة. يبقى انت عندك هذه تنفذت، هذه تنفذت بس ما لهاش output، وهذه تنفذت وراها. تمام؟ طيب نغير، نحط الاكس قديش؟ 30. ايش حيتنفذ معاي؟ 2 3 4 6 7 8 9. يبقى الاوتبوت حيطلع معايا 4، 5 مش هتتنفذ، حكينا مش هتتنفذ، فحيطلع معايا قيمة الاكس قديش؟ 30
تمام؟ حيطبع معايا الهلو وإيش كمان؟ إكس إز بيج والجود باي. هاي شغل يبقى هاي 30 هلو إكس إز بيج جود باي. طيب حط 12 ايش حيطبع؟ قيمة الاكس 12 اكس از سمول حتتنفذ؟ لا. هلو حتتنفذ؟ هادي؟ لا. حيطبع جود باي. يبقى حيطبع معاك 12 وهلو جود باي. 12 هلو جود باي. تمام؟ واضح يا شباب؟ يبقى دائما انت لما تلاقي انت عندك في هذا الشكل، هذا عبارة عن جملة اف. لما تلاقي مستطيل وانت مغمض سيكوينشال، حاجات مستطيل هنا تابع لهذا الشكل جملة الاف، خلص هذه كونديشنال. تمام؟ طيب حاجات بدي اورجي لك ناتج الاف. حاجات انت ممكن تكتب هنا اف اكس، حاجات اكس بتساوي 10، اف اكس اكبر من 3، هنا برنت اكس. تمام؟ يبقى هنا الشرط تحقق ونفذ هاي الجملة. بس هاي الجملة انت بدك تشوف ايش الناتج تبعها، احنا استخدمناها مع الاف. فانت لو قلت له هنا الاكس اكبر من 3، ايش الناتج تبعها؟ ترو. لو قلت له اصغر من 2، هل العشرة اصغر من 2؟ فبالتالي دائما هاي الجمل الناتج تبعها ترو او فولس. فهنا انت بتقول له اف هذا الشرط، الشرط هذا ايش بيرجع؟ ترو او فولس. فهنا هنا انت بتقول له اف ترو سوي هذا الكلام، اف فولس نوت ما تسوي هذا الكلام. بالضبط. واضح؟ كيف؟ مش سامع. نعم. عمل هاي. تمام؟ يبقى هذه الناتج تبعها ترو او فولس، لكن احنا نطبعوش على الشاشة، بنستخدمه دائما مع الاف. فعشان هيك انت بتشوف الناتج تبعه على الشاشة. واضح؟ واضح يا شباب؟ في حدا عنده سؤال؟ طيب المحاضرة الجاية بنشوف ان شاء الله الريبيتد جمل المتكررة.